تقنيات غريبة تعرض لأول مرة في أهم معرض افتراضي على الإطلاق. تم نقل الحدث التكنولوجي الشهير المعروف باسم CES عبر الإنترنت هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، وذلك لم يمنع الشركات من عرض ابتكارات جديدة تساعد في منع انتشار الفيروس. جهاز بايوباتن قادر على تحديد أعراض فيروس كورونا. فقد عرضت شركة بايو انتل سينيسنس جهازا يمكن ارتدائه بحجم عملة معدنية يلتصق بصدر المستخدم ويراقب العناصر الحيوية مثل درجة حرارة الجلد ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب، ليكون قادرا على تحديد ما إذا كان المستخدم يعاني من أعراض فيروس كورونا حتى لو لم يشعر هو نفسه بالمرض. الجهاز مسمى بايوباتن حصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء لقدرته على اكتشاف الأعراض في غضون أيام قليلة. روبوت للتسلية خلال الحجر المنزلي. وبينما تساعد بعض الأجهزة الجمهور على البقاء بأمان خارج منازلهم، يتطلع البعض الآخر إلى مساعدتهم على التعامل مع الحجر المنزلي، حيث تم تصميم روبوت بوتيت كوبو لهذا الغرض. فقد صنع هذا الروبوت المستدير ذو الفرو ليبدو وكأنه قطة بدون رأس وأرجل. أقنعة ذات تقنيات عالية تسمح بمراقبة التنفس. أما من ناحية الأقنعة التي أصبحت جزءاً من ملابسنا اليومية، فقد حولت العديد من الشركات تصميم القماش إلى تقنيات للمساعدة في تحسين الحياة. فمثلاً شركة إيرباب قامت بتعديل التصميم الأصلي لممارسة الرياضة وإضافة القدرة على قياس جودة الهواء من خلال القناع المسمى Active Plus، المزود بأجهزة استشعار متصلة بهاتف ذكي، حيث يسمح بمراقبة كل شيء من التنفس في الدقيقة إلى جودة الهواء الخارجي. مصباح لوحة مفاتيح قاتل الفيروسات وحقيبة ظاهر مضادة للميكروبات. ولمعالجة مشكلة عودة الموظفين إلى الأعمال المكتبية تدريجياً، قامت شركة تارجس الأمريكية بطرح مصباح لوحة مفاتيح قاتل الفيروسات وحقيبة ظاهر مضادة للميكروبات. ضوء التطهير UVC LED هذا يقتل ما يصل إلى 99.9% من الفيروسات والبكتيريا التي قد تتسلل إلى لوحة المفاتيح. أما الحقيبة التي تحتوي على كمبيوتر محمول فهي تتميز بنهاية واقية مملوءة بمضادات الميكروبات على نقاط اللمس الرئيسية لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة عليها.